بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض سلسلة المحاضرات الخاصة بالبلاد فيسيولوجي، وهناخد النهاردة محاضرة من أهم المحاضرات. المحاضرة دي موجهة لطلبة كلية طب أسنان، وأيضا موجهة لطلبة كلية الطب البشري الفرقة الثانية هيماتولوجي ميديول. هنتكلم النهاردة عن موضوع من أهم موضوعات الطب على الإطلاق، هنتكلم عن موضوع الأنيميا. الأنيميا طبعا ده موضوع مهم جدا، والمعلومات اللي هنقولها هتكون معلومات قيمة جدا، هتفيدك قوي في الحياة العملية، وهذه المعلومات هتتكرر بعد كده في مناهج مختلفة تاخدها في الأطفال وفي البطنة وفي حاجات تانية كتير إن شاء الله. بإذن الله تكون محاضرة مفيدة. بالنسبة لكلية طب بشري، موضوع الأنيميا بيدخل معانا في الموضوعات الخاصة بالعملي، فعشان كده هنذاكره ساعة امتحان العملي. بالنسبة لكلية طب أسنان، موضوع الأنيميا ده موضوع نظري، هيدخل في امتحان النظري. هنبدأ مع بعض يا شباب في هذه المحاضرة. هنتكلم عن النقاط الآتية: نتكلم عن الديفينيشن الخاص بالأنيميا، هنتكلم عن أنواع الأنيميا طبقا لسبب الأنيميا، وهنتكلم عن أنواع الأنيميا طبقا لحجم كرة الدم الحمراء، وهنتكلم عن الأسباب المختلفة للأنيميا، وهنتكلم عن الإفكتز الخاصة بالأنيميا. الأنيميا دي بتعمل إيه فينا؟ يبقى أول حاجة هنتكلم عنها في الأنيميا عن الديفينيشن، يعني إيه أنيميا؟ إزاي أشخص إن الشخص ده عنده أنيميا؟ تاني حاجة هنتكلم عن أنواع الأنيميا طبقا للسبب، يعني هقسم الأنيميا طبقا للسبب لأنواع مختلفة، وهقسم الأنيميا طبقا لحجم كرة الدم الحمراء. لما تكون حجمها طبيعي أو حجمها قليل أو حجمها كبير، بقسم الأنيميا طبقا لحجم كرة الدم الحمراء. وهتكلم في طبعا عن الأسباب المختلفة للأنيميا طبقا للنوع بتاعها، وهتكلم عن الإفكتس الخاصة بالأنيميا، الأنيميا بتعمل ليه إيه. نبدأ يا شباب، وأهم حاجة إن احنا نكون عارفين يعني إيه أنيميا. ازاي اشخص ان الشخص ده، اعمل دياجنوزس، يعني اشخص ان الشخص ده يعاني من انيميا. الانيميا كديفينيشن كتشخيص، يعني ايه انيميا؟ هو نقص الاكسجين كارينج باور اوف بلاد، يعني ان البلاد اهم وظيفه للبلاد، زي ما قلنا في اول محاضره ان اهم وظيفه للبلاد هو الكاريج اوف اكسجين اند كاربون دايوكسيد، حمل الاكسجين والكربون دايوكسيد دي اهم وظيفه. عندما يفقد البلد القدرة على حمل الأكسجين من عند اللنج عشان يوصله عند التيشو، هنا تحدث الأنيميا. تمام، يبقى الأنيميا كديفينيشن هو decrease oxygen carrying power of the blood، ونقص الأكسجين carrying power of blood بيكون ناتج عن حاجة من ثلاثة: يا إما أن يكون عدد كرات الدم الحمراء قليل low red cell count، يا إما إن الهيموجلوبين كونتنت، ولأن الأكسجين بيشال في الجزء الهيموجلوبين بيشال في جزء الحديد الخاص بالهيموجلوبين. لو كان الهيموجلوبين قليل على الرغم إن عدد كرات الدم الحمراء ممكن يبقى طبيعي، ولكن الهيموجلوبين كونتنت قليل، ده يشخص لي أنيميا. أو نقص الهيماتوكريت فاليو اللي خدناها في المحاضرة الأولى، نقص الهيماتوكريت فاليو ده أيضا يشخص لنا أنيميا. يبقى الديفينيشن بتاع الأنيميا هو نقص الأكسجين كارينج باور نتيجة يا إما نقص عدد كرات الدم الحمراء، أو نقص الهيموجلوبين كونتنت، أو نقص الهيماتوكريت فاليو. وعشان نبقى عارفين لازم نعرف طب ايه الطبيعي في الريد سيل كاونت عشان اقول ان ده الشخص عنده انيميا. احنا قلنا ان الريد سيل كاونت بيكون حوالي 5 مليون كرة دم حمراء لكل ملي متر مكعب، لكل كيوبيك مليمتر. تمام، 5 مليون ممكن تزيد في الميل تبقى 5.5 ل 6، وفي الفيميل تبقى 5 مثلا 5.5، ده في الفيميل. طب امتى اشخص ان الشخص ده عنده انيميا؟ لما عدد كرات الدم الحمراء تقل عن 4.5 مليون لكل ملي متر مكعب، لو بتكلم عن الميل، او ان عدد كرات الدم الحمراء تقل عن 3.9 مليون لكل ملي متر مكعب، ده بتكلم عن الفيميل، ده يشخص لي أنيميا. يبقى النورمال رينج لما بنزل عنه عن النورمال رينج بمقدار حوالي 0.5 مليون، ده بيشخص لي الأنيميا كعدد. تاني حاجة
أشخص بيها الأنيميا الهيموجلوبين كونتنت. وذكرنا إن الهيموجلوبين كونتنت أو كمية الهيموجلوبين الموجودة في الدم بتساوي الهيموجلوبين كونتنت بيساوي حوالي طبعا في الميل بيكون أكتر من الفي ميل. في الميل بيكون 15 ل16 جرام بر ديسيليتر، وفي الفي ميل بيكون من 13 ل14 جرام بر ديسيليتر. لما نقل عن أقل حاجة بواحد ونص ده يشخص لي أنيميا، بمعنى إن الميل الطبيعي بتاعه من 15 ل16 جرام بر ديسيليتر. يشخص الأنيميا لما يكون الهيموجلوبين كونتنت أقل من 13.5 جرام بر ديسيليتر في الميل. وفي الفيميل حيث أن النورمال الهيموجلوبين كونتنت في الفيميل بيكون من 13 ل14 جرام بر ديسيليتر، فإن الأنيميا بنشخصها في الفيميل أقل من أنقص 1.5 عن 13، يعني 11.5 جرام بر ديسيليتر في الفيميل، ده يشخص لي أنيميا. إيه تاني ممكن أشخص به الأنيميا؟ الهيماتوكريت فاليو. والهيماتوكريت فاليو هي النسبة ما بين الار بي سيز كفوليوم على التوتال بلاد فوليوم، كمية الار بي سيز على التوتال بلاد فوليوم اللي هي بتكون حوالي من 42 ل46%. بنشخص أنيميا ازاي لما تقل عن 38% في الفيميل ولما تقل عن 36% في الفيميل، ده الهيماتوكريت فاليو. يبقى يعني ايه أنيميا وازاي اشخص الأنيميا؟ الأنيميا هي نقص الأكسجين carrying power of blood due to، يا إما أن يكون بسبب نقص الـ RBCs count أو نقص الهيموجلوبين content أو نقص الهيماتوكريت فاليو. وأهم حاجة تشخص للأنيميا هو نقص الهيموجلوبين content، لأن نقص الأكسجين carrying power يعتمد على الهيموجلوبين اللي هو بيشيل الأكسجين في منطقة الحديد الثنائي. الأنيميا بنشخصها بنقص واحدة من ثلاثة، يا إما نقص الـ RBCs count يا الهيموجلوبين content يا الهيماتوكريت فاليو. لما الـ RBCs count يقل عن 4.5 مليون لكل كيوبيك مليمتر في الميل، أو 3.9 مليون لكل كيوبيك مليمتر في الفيميل، ده يشخص لي أنيميا. لما الهيموجلوبين كونتنت يقل عن 13.5 جرام بر ديسيليتر في الميل يشخص لي أنيميا، أو يقل عن 11.5 جرام بر ديسيليتر في الفيميل، أو إن الهيماتوكريت فاليو تقل عن قيمة 38% نسبة الـ RBCs على التوتال بلاد فوليوم، تكون أقل من 38% في الميل أو أقل من 36% في الفيميل، ده الأنيميا كديفينيشن. نبدأ يا شباب نتحدث عن أنواع الأنيميا. وأنواع الأنيميا هنقسم أنواع الأنيميا طبقا يا إما للسبب يا إما طبقا لحجم كرة الدم الحمراء. ونبدأ في الأول نتكلم طبقا للسبب. Types of anemia according to cause. الأنيميا بتنتج عن إيه يا شباب؟ إحنا عندنا مصنع اسمه البون مارو بيصنع الـ RBCs معتمدا على مواد خام موجودة في جسمي، منها الايرن والكبر والكوبالت والجلوبين وغيرها من الحاجات اللي بستخدمها في تصنيع الأنيميا. مكان التصنيع هو البون مارو. بعد ما البون مارو يصنع الأنيميا الـ RBCs ده بتنطلق في البلاط وتفضل عايشة في البلاد 120 يوم وتنتهي حياتها. الأولد RBCs تروح وتدفن في السبلين زي ما قلنا في المحاضرات السابقة. تبقى الأنيميا سببها يكون إيه؟ ممكن يكون السبب في الأنيميا defective formation of RBCs، في مشكلة في إننا مش عارف أصنع الRBCs نتيجة إننا عندي مشكلة في المواد الخام اللي بستخدمها في تصنيع الRBCs زي الحديد والكبر والكوبالت وفيتامين B12 وفوليك أسيد والبروتين، أو عندي أنيميا نتيجة إننا في defective في الفورميشن نتيجة نقص الإريثروبويتين مثلاً، وحاجات أنا بستخدمها في التصنيع عند البون مارو.
او نتيجه ان عندي ديستراكشن للبومارو، ان البومارو حصل له دامج ديستراكشن نتيجه ان انا تعرضت للاكس رايز او دراجز معينه او توكسينز معينه او راديشن حطمت البومارو. يبقى انيميا نتيجه الديفكتيف فورميشن، اساسا الار بي سيز ما تكونتش. دي اول نوع من انواع الانيميا طبقا للسبب. طيب الار بي سيز اتكونت بشكل طبيعي في البون مارو، ولكن جت جوه البلاد حصل لها هيموليسيس، يعني اتكسرت. هيموليسيس يعني في حاجه كسرت الار بي سيز. نتيجه هنقول ايه الاسباب اللي ممكن تكسر ار بي سيز. الار بي سيز لما تتكسر نسميها هيموليتيك انيميا. عندما تتكسر الار بي سيز يحصل لها هيموليسيس يعني تكسير، نسمي نوع الانيميا هيموليتيك انيميا. ودي انيميا نتيجه ان الار بي سيز حصل لها تكسير جوه البلود فيسلز. دي النوع الثاني من الانيميا اسمها هيموليتيك انيميا. والنوع الثالث ان الار بي سيز اتكونت بشكل طبيعي في البون مارو وما حصل لهاش تكسير في البلود فيسلز، ولكنها فقدت نتيجه الهيموريج يعني نتيجه النزيف. والنزيف قد يكون اكيوت نتيجه اكسيدنت، حادثه معينه حصل لك نزيف حاد، أو يكون كرونيك نتيجة أسباب أخرى هنقولها بالتفصيل بإذن الله. يبقى نقدر نقسم يا شباب الأنيميا نتيجة according to the cause طبقا للسبب إلى ثلاث أنواع. أول نوع أنيميا due to defective formation of RBCs، مشكلة في تصنيع RBCs في البون مارو، أو أنيميا نتيجة إن حصل هيموليتيك أنيميا هيموليسيس of blood هيموليسيس of RBCs inside the blood vessels، تكسير للRBCs داخل البلد vessels. والنوع الثالث من الأنيميا بوست هيموريجيك أنيميا، أنيميا ناتجة عن النزيف، والنزيف قد يكون أكيوت هيموريج حاد أو كرونيك هيموريج مزمن. نبدأ ناخد التفاصيل للأسباب المختلفة لأنواع الأنيميا المختلفة، وناخد النوع اللي هو اسمه هيموليتيك أنيميا، أنيميا تكسيرية. يعني ايه هيموليتيك أنيميا؟ يعني الار بي سيز اتكونت بشكل طبيعي في البون مارو وانطلقت جوه البلاد فيسلز في البلاد، بعد كده حصل تكسير للار بي سيز. ممكن الار بي سيز يحصل لها تكسير نتيجه مشكله في الار بي سيز نفسها، او مشكله بره الار بي سيز كسرتها. مشكله ان الار بي سيز يكون شكلها مش طبيعي فعشان كده اتكسرت، زي ما خدنا ان في وخدته في تجربتي العملي، ان احنا قلنا يا شباب ان الار بي سيز شكلها ايه، شكل الار بي سيز بيكون باي كونكيف، ده شكل الار بي سيز، وهذا الشكل ربنا خلاه يدينا اكبر فوليوم لاقل حجم ليساعد عمليه الترانسبورت اوف اكسجين اند سي او 2. وايضا هذا الشكل يمنع ان الار بي سيز يحصل لها هيموليسيس تكسير بشكل سريع. في بعض الناس عندهم مرض اسمه هيريديتري اسفيروسايتوزيس، يعني مولودين ان الار بي سيز شكلها مش باي كونكيف، الار بي سيز شكلها زي السفير عامله زي الدايره. هذا الشكل اللي الار بي سيز بتكون عليه بيخليها اكثر عرضه ان يحصل لها هيموليسيس. شكل الار بي سيز بيكون سمول وسفير، شكلها دائري، وهذا الشكل بيخلي الار بي سيز يحصل لها هيموليسيس بشكل سريع، وبيخلي ان الار بي سيز اللايف سبان بتاعتها بتقل. يبقى اول حاجة متعلقة بالشكل. طبعا هحاول ان شاء الله في مرة كده اعمل محاضرة اشرح بها الامراض المختلفة اللي هتذكر في الهيماتولوجي مديول، ولكن مش هندخل في تفاصيل في هذه المحاضرة لشرح الميكانيزمز المختلفة للامراض اللي احنا بنذكرها دلوقتي. ولكن هنبسط الامور ان نقول ان في مرض الهيريديتري سفيروسايتوزيس شكل الار بي سيز ما هوش البايكونكيف، شكلها سفير. هذا الشكل اللي بيخلي الار بي سيز وهي بتعدي في السمول كابيلاريز يحصل لها سكويزنج ويحصل لها رابشر، او لو دخل جواها فلويدز يحصل لها رابشر سريع. اذا اللايف سبان بتاعتها بتكون قليله، فعشان كده بيحصل هيموليسيز ليها. دي اول مرض. مرض اخر اسمه جلوكوز 6 فوسفيد دي هيدروجينيز انزيم ديفيشنسي، ده انزيم موجود في الوول الخاص بالار بي سيز. هذا الانزيم مهم جدا ان هو بيخلي الار بي سيز في شكلها الطبيعي.
وغياب هذا الإنزيم ينتج عنه لو تعرض الجسم الأكسيدايزنج إيجنت، أو لو تعرض إنه خد أدوية معينة أو كل أكلات معينة، هيحصل للأربسيز هيموليسيس. هذا المرض بنسميه مرض أنيميا الفول. وليه سمناه أنيميا الفول؟ لأن الأشخاص دول لو كانوا فول، وده بيعمل أكسيديشن للأربسيز وبيخلي الأربسيز يحصل لها هيموليسيس. ومش فول بس، لو كلوا اي حاجة بتتقسم نصين زي اللوبيا وغيرها من الحاجات، والفول السوداني وغيرها من الحاجات اللي هنمنعها عنها عن الاطفال اللي بيعانوا من نقص في هذا الانزيم. وايضا مش كده وبس، بعض الادوية زي سيبتازول وادوية الملاريا وبعض الادوية اللي بنمنعها منع تام عن المرضى اللي بيعانوا من انيميا الفول. إذن لو تعرضوا لحاجات من دي، الحاجات دي لا في غياب انزيم الجلوكوز 6 فوسفيد ديهيدروجينيز انزيم، الار بي سيز يحصل لها ديستراكشن، يعني تتحطم الار بي سيز. وان شاء الله في المحاضره هنشرح لكم ان شاء الله في محاضره من المحاضرات بعد كده حاجه فور يعني عشان نعرف معلومات اكتر عن الامراض اللي احنا هنقولها دي. تمام يا شباب، دي تاني سبب. ثالث سبب ان في مشكله في الهيموجلوبين، حاجه اسمها هيموجلوبينوباثي، في باثولوجي موجود في الهيموجلوبين ينتج عنه مرض اسمه السيكل سيل انيميا، انيميا المنجليه. تمام، سيكل سيل انيميا، ودي انيميا المنجليه، اي ان الار بي سيز بتاخد شكل المنجل، والار بي سيز بتاخد هذا الشكل، فلما يتعرض الجسم للو اكسجين تنشن بيحصل بريسيبيتيشن للار بي سيز وديستراكشن وتتكسر بسهوله، وبيعانوا من مرض اسمه السيكل سيل ديزيز. ده نتيجه خلل في الهيموجلوبين. الهيموجلوبين زي ما احنا خدنا ان الهيموجلوبين ايه بيتكون من هيم وجلوبين، والهيم عباره عن 4 بيرون رينج وفي وسطهم ذره حديد، والجلوبين 4 انواع، عندنا 4 بوليبيبتايد تشين، 2 الفا و2 بيتا في الهيموجلوبين اي، 2 الفا و2 جاما في الهيموجلوبين اف، و2 الفا و2 دلتا في الهيموجلوبين اي 2. هناك خلل في شكل الهيموجلوبين وفي ترتيب الامينو اسيدز في البوليبيبتايد تشين ينتج عنه السيكل سيل انيميا. في مرض تاني اسمه الثلاسيميا، انيميا البحر المتوسط. وفي هذا المرض زي ما قلنا قبل كده انه بيكون في مشكله ان في بولي بيبتايد تشين مش موجوده اطلاقا، لو واحده بيتا مش موجوده بيبقى ثلاسيميا ماينور، وده بيعاني من انيميا وممكن يحتاج نقل على فترات بعيده. لو عنده 2 بيتا ناقصين يبقى ثلاسيميا ميجور، وده بيحتاج نقل كل 15 ل 30 يوم. ولو عنده الفا مش موجوده ده الشخص ده هيموت ومش هيقدر يكمل الحياه. يبقى ده مشكله في الهيموجلوبين نتج عنه ان الار بي سيز بيحصل لها هيموليسيس يعني تكسير. يبقى سبب تكسير الار بي سيز اما ان يكون السبب داخلي في الار بي سيز نفسها، شكل الار بي سيز ما هوش باي كونكيف، ده شكلها سفير فعشان كده بيحصل لها هيموليسيس بسهوله جوه الار بي سيز، او ان في انزيم معين اسمه جلوكوز 6 فوسفيد ديهيدروجينيز انزيم، هذا الانزيم مهم جدا علشان يمنع الاكسديشن الخاص بالهيموجلوبين ويخلي الهيموجلوبين في شكل طبيعي بانه ما يحصلوش اي تكسير. في غياب جلوكوز 6 فوسفيد ديهيدروجينيز انزيم ينتج عن ذلك انيميا تكسيريه بنسميها انيميا الفول. النوع الثالث من اسباب خاصه بالهيموجلوبين حاجه اسمها هيموجلوبينوباثيز، يعني فيه مشكله باثولوجي موجود في الهيموجلوبين ينتج يا اما السيكونس الخاص بالامينو اسيدز الموجوده في الهيموجلوبين فيها خلل ينتج عنها السيكل سيل انيميا، يبقى شكل الار بي سيز عامله زي المنجل فيحصل لها بريسيبيتيشن في اللو اكسجين تنشن وتتكسر الار بي سيز، بنسمي هذا المرض سيكل سيل ديزيز. او ان عندنا الثلاسيميا، ده بيكون اساسا البولي بيبتايد تشين البيتا بيكون ناقص، يا يعني اما واحد او الاثنين ناقصين. تمام، هذا الخلل في الهيموجلوبين انترنسيك فاكتور موجود جوه الار بي سيز ينتج عنه في النهايه هيموليسيز نسميها هيموليتيك انيميا. ممكن الار بي سيز يكون شكله طبيعي ولكن هناك عوامل خارجيه بتكسر الار بي سيز اكسترنسيك كوزس، والعوامل الخارجية زي أنتي بادس أجسام مضادة،
زي واحد نقلنا له دم بشكل غير صحيح، لان يعني واحد فصيلة دمه ايه عطت له دم فصيلة دم بي، يبقى الانتي بوديز دي بتهاجم الار بي سيز ويحصل لها تكسير. او ان يحصل لك بكتيريال انفكشن زي الستريبتوكوكال انفكشن او الملاريا. الملاريا ده مرض مهم جدا في افريقيا. في الدول الإفريقية اللي سافر إفريقيا هيلاقي إن الملاريا ده مرض بيجي عن طريق بعوض معين منه نوع من أنواع الملاريا بيهاجم الار بي سيز وبيكسرها. أيضا التعرض لكيميكالز معينة زي الليد أو الأرسينيك زي الرصاص أو الأرسينيك بويزنينج، التسمم بالرصاص أو الأرسينيك أو الزرنيخ، ده بيؤدي إلى حدوث أنيميا لأنه بيهاجم كرات الدم الحمراء. بعض الأدوية زي الكلورامفينيكول وده مضاد حيوي كنا بنستخدمه زمان ولكن قل استخدامه اليومين دول لأن ليه سايد افكتس كتيرة من ضمنها انه بيكسر الار بي سيز. وايضا لو حد حصل له سنيك فينوم يعني قرص التعبان، بعض التعابين بتموت نتيجة ان بتعمل تكسير في كرات الدم الحمراء. يبقى يا شباب أسباب الهيموليتيك أنيميا: الأنيميا التكسيرية، تكسير كرات الدم الحمراء. قد ينتج هذا التكسير عن مشكلة في داخل الار بي سيز، انترنسيك ديس اوردر يعني مرض في داخل الار بي سيز زي الهيريديتري سفيروسايتوزيس، الار بي سيز شكلها سفير وليست بايكونكيف، او نقص انزيم انيميا الفول جلوكوز 6 فوسفيد دي هيدروجينيز ديفيشنسي، او خلل في الهيموجلوبين مرض اسمه هيموجلوبينوباثيز، خلل في الهيموجلوبين ترتيب السيكونس الخاص بالامينو اسيدز يخلي الهيموجلوبين ياخد شكل معين ويخلي الار بي سي شكلها سيكل زي المنجل نسميها سيكل سيل انيميا، او ان الهيموجلوبين اساسا البيتا تشين غير موجوده نسميها ثلاسيميا ومنها ثلاسيميا ماينور او ثلاسيميا ميجور. دي اسباب في الار بي سيز. او اسباب خارج الار بي سيز بتكسر الار بي سيز، حتى احنا بنجمعها اي بي سي دي. اي انتي بوديز اجسام مضاده نتيجه انكومباتبل بلاد ترانسفيوجن نقل دم غير بشكل غير سليم، او بكتيريا الانفكشن نتيجه بكتيريا اسمها ستريبتوكوكاي، او ملاريا، اعرفوا الملاريا اللي هي موجوده في افريقيا اللي بتكسر الار بي سيز. بعض الكيميكالز زي التسمم بالرصاص والارسينيك، عشان كده لازم نبعد الاطفال عن اقلام الرصاص عشان ممكن يحصل لهم تسمم بالليد ويحصل هيموليسيس للار بي سيز، وايضا الارسينيك بويزنينج. بعض الأدوية زي كلورامفينيكول أو قرص التعبان سنيك فينوم، بعض التعابين بتعمل ديستركشن للار بي سيز أو هيموليسيز للار بي سيز. إزاي بنشخص الهيموليتيك أنيميا؟ لما يحصل هيموليسيز الدم بيكسر الهيموجلوبين بيتكسر، بيتكون فاكرين لما نرجع بقى كده يا شباب نتكلم، لما يكسر الهيموجلوبين كان بيطلع بالفيردين بعد كده بالروبين اللي هي الصفرة. طب لما يكون المعدل التكسير سريع قوي البيلروبين ده يحصل له ايه؟ يزيد قوي، الصفرة تزيد، يبقى الشخص ده يجي للعيادة بيشتكي بايه؟ واحد عنده هيموليتيك انيميا، الاقي عنده هيموليسيز في الار بي سيز، الار بي سيز حصل لها هيموليسيس يعني حصل لها تكسير، وعندما تكسر الار بي سيز بريت عالي يبقى البيل روبين الصفرة بتعلى، يبقى يجي يشكي بايه، او يجي انا الاحظ على ايه؟ الاحظ عليه حاجه اسمها جوندس يعني صفرة، الاقي عينيه مصفره وجسمه مصفر نتيجه الهيموليسيس اوف ار بي سيز. ايضا الهيموليسيس بتاع الار بي سيز بيطلع الهيموجلوبين بره، والهيموجلوبين قلنا الموليكولار ويت الخاص بيه 64000، هل يقدر يعدي من النفرون؟ يعدي من النفرون ويتزنق في النفرون وممكن ينزل شويه في اليورين، فعشان كده اليورين بيبقى دارك يدي على لون احمر شويه عشان فيه هيموجلوبين نازل في اليورين، تمام؟ ولو ما لحقتش العيان بسرعه ممكن الهيموجلوبين ده يسد النفرونز ويحصل رينال فيلير، فعشان كده لازم نلحق العيان بسرعه ونعمل بلاد ترانسفيوجن نقل للدم عشان انقذ الموقف ونقل له الار بي سيز اللي هي ناقصه، هتكون ناقصه عنده نتيجه الهيموليسيس.
يبدأ البون مارو يشتغل ويكون RBCs كتيرة ولكن بسرعة. المصنع يشتغل بسرعة عشان يعوض، فلما يبدأ يشتغل بسرعة عشان يعوض يظهر في الدم إما تيور RBCs، RBCs غير ناضجة بنسميها reticulocytes، اللي هي المفروض النورمالي ما تزيدش عن 2%، ولكن بلاقي في حالات الهيموليتيك أنيميا بتزيد نسبة الريتيكولوسايتس لنسبة تعدي 5%. تمام، يبقى العيان اللي جاي لي بهيموليتيك انيميا اشخصه بان يكون عنده صفرة، لون البول بتاعه متغير للون القريب من الاحمر، بالاضافة الى ان الريتيكولوسايتس اللي هي الخلايا الاماتيور RBCs تزيد نسبتها بدل ما هي 2% تعدي 5%. التقسيمة الثانية يا شباب للأنيميا according to cause post hemorrhagic anemia، بعد الهيموريج يا شباب يحصل لك أنيميا due to excessive loss of RBCs، لأن بعد يحصل لك هيموريج هتفقد RBCs بشكل كبير، والهيموريج ممكن يكون acute in rapid hemorrhage أو chronic in في أحوال معينة. يعني لما يكون يحصل لك هيموريج نزيف شكل أكيوت نتيجة حادثة تفقد دم فيحصل لك أكيوت هيموريج ويحصل لك أنيميا، أما الكرونيك هيموريج نتيجة نزيف ولكن كل يوم تفقد حاجات بسيطة، نقط بسيطة زي البليدينج بايلز، يعني الناس اللي عندهم بواسير نقط دم بسيطة بتنزل يوميا بشكل يومي فيحصل لك أنيميا، او بيبتك ألسر واحد عنده قرحة في المعدة والقرحة في المعدة ده بيطلع منها دم ينزل في الستول ده بيفقد دم يومي، او واحدة عندها اكسسيف منستريشن المنسترال سايكل بتكون اكسسيف سواء في الكم او في عدد الايام، فترة المنستريشن فترة الدورة الشهرية بيزيد عدد ايامها عند بعض الفيميلز او بيزيد كمية الدم في الايام الطبيعية، يبقى الاكسسيف منستريشن سواء كم او كيف بيؤدي الى الأنيميا. يبقى الأنيميا البوست هيموريجيك أنيميا الهيموريج النزيف قد يكون أكيوت نتيجة حادثة أكسيدنت أو كرونيك نتيجة البليدينج بايلز اللي هي البواسير أو بيبتك ألسر قرحة في المعدة أو الإكسسيف منستريشن. النوع الثالث من الأنيميا أنيميا ديو ديفكتيف فورميشن أوف RBCs، أنيميا نتيجة إن في مشكلة في تكوين الـ RBCs، مشكلة في المصنع نفسه، المواد الخام اللي موجودة في المصنع مش موجودة، حاجات نيوتريشنال خاصة بالأكل بالبروتين بالحديد بالكبر بالكوبالت بالفوليك أسيد بفيتامين B12، وإن كان فيتامين B12 مخزونه عندنا بيكون كويس فعشان كده ما قلناهوش في النيوتريشنال فاكتورز الخاصة بالديفكتيف فورميشن أوف RBCs. ممكن الأنيميا نتيجة إن البون مارو حصل له destruction نتيجة إن البون مارو تعرض لإكسري أو drugs أو لوكيميا اللي هو سرطان الدم، أو إن البون مارو تعرض لراديشن أو destruction بدرجز معينة أو توكسينز معينة، أيا كان السبب فإن البون مارو غير قادر على تصنيع RBCs نتيجة نقص في المواد الخام في تصنيع RBCs أو مشكلة في المصنع نفسه مش قادر يصنع لأن حصل destruction للبون مارو. دي الأسباب المختلفة للأنيميا according to the cause. أول نوع من أنواع الأنيميا hemolytic anemia hemolysis للRBCs نتيجة خلل في الRBCs نفسه أو خارج الRBCs. تاني نوع post hemorrhagic anemia والهيمورج قد يكون acute أو chronic. ثالث نوع أنيميا due to defective formation of RBCs والdefective formation إما حاجة nutritional حاجة خاصة بالمواد الخام الخاصة بالتصنيع أو حاجة خاصة بالبون مارو. نبدأ نقسم الأنيميا according to size of RBCs طبقا لحجم الـ RBCs، وطبقا لحجم الـ RBCs يا شباب عندنا معادلات مهمة جدا في امتحان العملي الخاص بطب أسنان وأيضا الخاص بكلية الطب البشري. المعادلات دي لازم نحفظها لأن هنجيب لك أسئلة عليها وديك معطيات هتطلع منها في الآخر إجابات معينة هندربكم عليها بإذن الله. أول حاجة اسمها المين كورباسكولار فوليوم، مين يعني متوسط كورباسكولار فوليوم متوسط حجم كرة الدم الحمراء، ولما أحسب متوسط حجم كرة الدم الحمراء سهلة خالص بشوف حجم كرات الدم الحمراء كلها وأقسمها على عدد كرات الدم الحمراء وأضرب في 10،
ونعرف بعد شوية ليه ضربنا في 10، وإن كان مش عليك تعرف تفاصيل الكلام ده، ولكن المعادلة بتقول إن المين كورباسكولار فوليوم، متوسط حجم كرة الحمر كرات الدم الحمراء، بيساوي الباكد سيل فوليوم أو الهيماتوكريت فاليو، اللي هو حجم كرات الدم الحمراء مقسوم على الار بي سيس كاونت مليون مضروب في 10، عشان أظبط المعادلات زي ما هوضح لكم في المعادلة القادمة إن شاء الله. ضرب في 10 ده ضرب عشان تظبيط المعادلات أو تظبيط الوحدات اللي بنستخدمها بإذن الله. المين كورباسكولار فوليوم بتساوي الهيماتوكريت فاليو، اللي هي حجم كرات الدم الحمراء، مقسوم على عدد كرات الدم الحمراء مضروب في 10. المين كورباسكولار فوليوم مهم جدا ان انا اكون عارف ان الطبيعي بتاع المين كورباسكولار فوليوم، الطبيعي بتاع حجم كرة الدم الحمراء هيكون من 80 ل 95 كيوبيك مايكرون. كيوبيك مايكرون يعني مايكرون مكعب، تمام؟ من 80 ل 95 كيوبيك مايكرون. لما اديك مساله واقول لك احسب لي المين كورباسكولار فوليوم، اديك الهيماتوكريت فاليو اقول لك مثلا 45، والار بي سيس كاونت 5 مليون، يبقى 45 على 5، 45 على 5 يدينا كام يا شباب؟ 45 على 5 يدينا 9، 9 9 روح ضربها في 10 يبقى 90، 90 ايه بقى؟ كيوبيك مايكرو. مهم جدا ان انا وانا بتكلم عن اي معادلات ان انا احط التمييز بشكل طبيعي. طب لو شخص عملت له التحليل ده كان عنده انيميا، وشخصت ان عنده انيميا، بعد ما شخصت ان عنده انيميا عملت له المين كورباسكولار فوليوم، لقيت ان المين كورباسكولار فوليوم اقل من 80 70 كيوبيك مايكرون، يبقى ده عنده ايه؟ عنده مايكرو سيتيك انيميا. طب لقيت المين كورباسكولار فوليوم اعلى من 90 100 كيوبيك مايكرون، يبقى عنده ماكرو سيتيك انيميا. يبقى لو كان، طب لو كان بقى ما بين 80 وال 95 كيوبيك مايكرون وهو عنده انيميا، يعني ممكن الكونتنت بتاعه، يبقى ده بنسميها نورمو سيتيك انيميا، تمام؟ ده هنعرفها بعد كده يا شباب بالتفصيل. في الناس اللي عندهم انيميا لو المين كورباسكولار فوليوم اقل من 80 بسميها مايكروسيتيك انيميا، لو كان المين كورباسكولار فوليوم اعلى من 95 كيوبيك مايكرون بسميها ماكروسيتيك انيميا، لو كان ما بين 80 و95 كيوبيك مايكرون بسميها نورموسيتيك انيميا، تمام؟ وهنعرف ايه الحاجات اللي ممكن تعمل مايكروسيتيك انيميا، ايه الحاجات اللي ممكن تعمل ماكروسيتيك انيميا، ايه الحاجات اللي ممكن تعمل نورموسيتيك انيميا. يعني ايه هذا الكلام؟ يعني انا عملت تحليل لشخص لقيت الهيموجلوبين كونتنت بتاعه 8، يبقى ده عنده انيميا ولا لا؟ ايا كان ميل او فيميل عنده انيميا. طب انا عايز اعرف نوع الانيميا، هل هي مايكروسيتيك انيميا ولا ماكروسيتيك انيميا ولا نورموسيتيك انيميا، عشان اعرف السبب بعد كده. لو كان المين كورباسكولار فوليوم اقل من 80 كيوبيك مايكرون يبقى عنده مايكروسيتيك انيميا، لو كان اعلى من 95 يبقى عنده ماكروسيتيك انيميا، طب لو كان من 80 ل 95 يبقى عنده نورموسيتيك انيميا. ناخد المعادله الثانيه، يبقى اول معادله المين كورباسكولار فوليوم، يعني مين يعني متوسط كورباسكولار فوليوم، حجم كره الدم الحمراء، متوسط حجم كره الدم الحمراء اللي هو الطبيعي يكون من 80 ل 95، ايه التمييز بتاعنا؟ ايه؟ كيوبيك مايكرون. تاني حاجة المين كورباسكولار هيموجلوبين، يعني متوسط كمية الهيموجلوبين في كرة الدم الحمراء الواحدة دي، عشان احسبها احسب ايه بقى المعادلة؟ هتقول ايه؟ هتقول ان انا هاخد الهيموجلوبين كله واقسمه على عدد الار بي سيز، هشوف الهيموجلوبين كونتنت ان جرامز واقسمه على عدد الار بي سيز كاونت ان مليون لكل كيوبيك ملي متر واضربه في 10. وعرفكم في المعادلة دي ليه بضربه في 10 عشان ما تقعدوش تسألوا، لأن في كتير مش هيجاوبكم على هذا السؤال. ليه بضرب في هذه المعادلة في 10؟ هجاوبكم على السؤال ده بس بعد ما أقول لكم الأرقام الطبيعية. الرقم الطبيعي المين كورباسكولار هيموجلوبين، كمية الهيموجلوبين الموجودة في كرة الدم الحمراء الواحدة من 25 ل 32 بيكو جرام، من 25 ل 32 بيكو جرام. البيكو جرام ده يطلع ايه؟ يطلع واحد مضروب في 10 اس سالب 12، يعني الجرام بيساوي واحد قدامه 12 صفر من البيكو جرام. الجرام بيساوي واحد قدامه 12 صفر، يعني بنضربه في ايه؟ عشان احول الجرام للبيكو جرام لازم اضرب في 10 اس 12، عشان احول الجرام للبيكو جرام بضرب في 10 اس 12،
الطبيعي بتاعنا من 25 ل 32 بيكو جرام. في الانيميا بقى بنشخص ازاي؟ لو كان اقل من 25 يبقى عنده هايبو كروميك، كروميك يعني لون، اللي هو اللون هايبو كروميك انيميا. لو كان الرقم اعلى من 32، وده مفيش حاجه اسمها هايبر كروميك، ولكن لو كان اعلى هنسميها هايبر كروميك، ودي مش هنلاقيها في الطب. لو كان من 25 ل 32 بنسميها نورمو كروميك انيميا. تمام؟ يبقى لو كان اقل من 25 بيكو جرام بنسميها هايبو كروميك انيميا، لو من 25 ل 32 بيكو جرام بنسميها نورمو كروميك انيميا، لو اقل لو اكتر من 32 وده مش موجوده في الطب اسمها هايبر كروميك انيميا. طب واحد يقول لي طب ليه ضربت في 10؟ اقول لك ليه ضربت في 10، بس مش هنعيدها تاني، هقول لك ليه. انا حسبت الهيموجلوبين كونتنت، هنعملها تحت عشان بس نبقى ايه، هيموجلوبين كونتنت، هيموجلوبين كونتنت، و ثواني هيموجلوبين كونتنت، وقسمته على الار بي سيز كاونت، ار بي سيز كاونت. تمام؟ طب الهيموجلوبين كونتنت ده انا هحسبه بايه؟ هحسبه بالجرام، انا بحسب الهيموجلوبين بالجرام، 15 جرام بير ديسيليتر. طب انا في الاخر هحسب الناتج بايه؟ بالبيكو جرام. يبقى المفروض اضرب في كام عشان احول جرام لبيكو جرام؟ هضرب في 10 اس 12. تمام؟ ضربت في 10 اس 12. طب تحت الار بي سيز كاونت، انا الار بي سيز كاونت بيبقى 5 مليون مثلا، هل بكتب 5 مليون ولا بكتب 5 فقط؟ بكتب 5 يعني ما بذكرش المليون، يبقى هضرب تحت في 10 سوري عشان اقول مليون، يبقى 10 اس 6. واروح ضارب في ايه تاني؟ وايه تاني؟ انا بحسب الهيموجلوبين كونتنت في قد ايه والار بي سيز كاونت في قد ايه، واوحد. الهيموجلوبين كونتنت بحسبه كميه الهيموجلوبين في الديسي لتر لكل 100 مللي لتر بلاد. انا بحسب الار بي سيز كاونت في الملي متر مكعب، عايز احول 100 مللي لتر بلاد لملي متر مكعب. 100 هضرب في 100 الاول، اضرب هنا في 100 10 اس 2 اللي هي 100. بعد كده عندنا ملي لتر لملي متر مكعب، احول الملي لتر لملي متر مكعب، اروح ضرب في 1000 10 اس 3 تاني، اجمع كده دي 10 اس 2 10 اس 3، يبقى 10 اس 6 و2 و3 يدينا كام؟ 11. يبقى تحت هيكون 10 اس 11 11، وفوق 10 اس 12، اذا يبقى باقي عندنا 10 بس، هي عشان كده بضرب في 10. نعيد تاني يا شباب، انا دلوقتي حسبت عايز ال10 دي الضرب في 10 هي تظبيط المعادله، الهيموجلوبين كونتنت على الار بي سيز كاونت. الهيموجلوبين كونتنت انا احسبه بالبيكو جرام مش بالجرام، فعشان كده هضرب في 10 اس 12. الار بي سيز كاونت حسبته ادك هكتب 5 مليون، يبقى هضرب في 10 اس 6 تحت. طب الار بي سيز كاونت بحسبها في ملي متر مكعب، الهيموجلوبين كونتنت كنت بحسبه في ايه؟ في 100 ملي لتر، عايز اخلي تحت الار بي سيز كاونت ايضا على 100 ملي لتر، فعشان احولها ل 100 ملي لتر الملي متر مكعب يبقى هضرب الاول في 100، يبقى عندنا كده يبقى مش فاضل ان انا احول الملي لتر لملي متر مكعب، هلاقي ان الـ 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 ان الملي لتر بيساوي 10 اس 3، يبقى هضرب في تحت في 10 اس 11 وفوق في 10 اس 12، يبقى في الاخر هضرب في 10، هيتبقى 10 اس 11 على 10 اس 12 على 10 اس 11، هيتبقى 10 اضرب فيها لتظبيط المعادلات. اذا ال10 اللي انا بضرب فيها دي هي عشان اظبط في الاخر المعادلات، مش عليكم طبعا الكلام ده، اللي عليكم انك تعرف المعادله. المين كورباسكولار فوليوم يا شباب، المين كورباسكولار فوليوم بتساوي الهيموجلوبين كونتنت، دي كميه الهيموجلوبين الاجماليه بالجرامات مقسوما على الار بي سيز كاونت في بالمليون، يعني مثلا لو 5 مليون هقول 5 واضرب في الاخر في 10 عشان اظبط المعادله، والاقي ان النورمال الخاص بالمين كورباسكولار هيموجلوبين من 25 ل 32، والتمييز بتاعنا بيكو جرام. تمام؟ لو كان اقل من 25 يبقى هايبو، واحد عنده انيميا واقل من 25 يبقى هايبو كروميك انيميا، لو من 25 ل 32 نسميها نورمو كروميك انيميا، لو اكتر من 32 نسميها هايبر كروميك انيميا.
اخر حاجه واخر معادله في المعادلات اللي بنقولها مين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. مين يعني متوسط كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن؟ متوسط تركيز الهيموجلوبين في كره الدم الحمراء. اظن كلكم عارفين ان الهيموجلوبين يشغل 34% من حجم كره الدم الحمراء. اذا هيكون الرقم بتاعنا من 32 ل 38، والتمييز هيكون بيرسنت 32 ل 38% او جرام بير ديسيليتر. ده التمييز بتاعنا. والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن بيساوي الهيموجلوبين كونتنت، تمام، مقسوم على الهيماتوكريت فاليو. الهيموجلوبين كونتنت مقسوم على الهيماتوكريت فاليو، وبنضرب بقى في 100 لان انا بحسب برسنتج. يبقى الهيموجلوبين كونتنت على الهيماتوكريت فاليو واضرب في 100، ده التمييز بتاعنا. طب اقول لك اكزامبل، لو قلت لك مثلا ان الهيموجلوبين كونتنت بتاعنا 15 جرام بير ديسيليتر والهيماتوكريت فاليو 45، يبقى هضرب 15، هحسب 15 على 45، 15 على 45 تمام، يطلع لي 1 على 3 تلت، اضربه يطلع لي 33% اللي هو الرينج الطبيعي، بيكون من 32 ل 38 جرام بير ديسيلتر او 32 ل 38 بيرسنت. ده النورمال بتاعنا المين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن. لو كان اقل من 32 بنسميها هايبوكروميك انيميا، لو اعلى من 38 بنسميها، لو من 32 ل 38 بنسميها نورموكروميك انيميا. يبقى طبقا للمعادلات اللي احنا قلناها according to size of RBCs، طبقا لحجم الـ RBCs. طب ليه بدرس ده كله يا شباب؟ لان في الاخر خالص هقول لك الموضوع بقى سهل خالص. لو واحد عنده انيميا وعنده مايكروسيتيك انيميا، يعني انيميا والـ RBCs حجمها قليل عن الطبيعي، اسمها مايكروسيتيك انيميا، وكمية الهيموجلوبين اللي فيها قليلة من الطبيعي، هايبوكروميك انيميا. يبقى واحد عنده انيميا والمايكروسيتيك يعني حجمها، حجم الـ RBCs قليل، والهايبوكروميك يعني الهيموجلوبين كونتنت الموجودة في الـ RBCs بتكون قليلة، بنسميها مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. لو عنده انيميا وعنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، يبقى انا بشخص يا اما ايرن ديفيشنسي انيميا، انيميا نقص حديد، او ثلاسيميا، انيميا البحر المتوسط. بس في حاجات تانية، حاجتين تانيين بس مش عليكم. بس شوف لخصنا الانيميا في حاجتين، عرفنا نشخص الشخص، نعمل دايجنوزس لتشخيص الانيميا نتيجة ان انا عرفت حجم الار بي سيز. طب واحد عنده انيميا ولكن عنده مايكروسيتيك انيميا، كرة الدم الحمراء حجمها كبير، ده ما فيش عندي في الطب الا حاجتين يعملوا كده، يا اما الفوليك اسيد ديفيشنسي يا فيتامين بي 12 ديفيشنسي. يبقى هو هيكون عنده مايكروسيتيك انيميا، يبقى انا بفكر في انه عنده يا اما فوليك اسيد ديفيشنسي يا اما عنده فيتامين بي 12 ديفيشنسي. طب لو عنده نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، بفكر في حاجات كتيره تانية، ده اللي هنقوله في الاسباب المختلفه. يبقى according to size of RBCs اقدر احدد ان الانيميا ممكن تكون normocytic normochromic anemia، microcytic hypochromic anemia، macrocytic anemia. النوع الاول من الانيميا بيكون انيميا مع ان RBCs حجمها طبيعي وكمية الهيموجلوبين اللي بيكون فيها طبيعي، ولكن عدد الـ RBCs بيكون قليل. في النوع الثاني المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، ده بيكون عنده انيميا ويكون كرة الدم الحمراء حجمها صغير وكمية الهيموجلوبين الموجودة فيها قليلة. اما المايكروسيتيك انيميا ده بيكون عنده انيميا، يعني الـ RBCs عددها قليل ولكن حجمها بيكون كبير، مايكروسيتيك انيميا. يبقى نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، ايه الاسباب اللي بتعمل نورموسيتيك نورموكروميك انيميا؟ ده بينتج عنه ديكريز الار بي سيز ماس والهيموجلوبين كونتنت، ولكن المين كورباسكولار هيموجلوبين والمين كورباسكولار فوليوم ار وذين نورمال فاليوز. الاسباب اللي ممكن تعمل لي نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، ممكن مشكله في البون مارو، بون مارو ديبريشن، ابلاستيك انيميا، المصنع بيصنع بكفاءه قليله فيطلع ار بي سيز حجمها طبيعي ولكن عددها يكون قليل فيكون عندك انيميا. acute blood loss as in hemorrhage، خاصة لو ما أكلم عن acute hemorrhage، لما يحصل لي acute hemorrhage يعني أنا فقدت الدم على طول بسرعة، لما فقدته acute خلاص أصبح الـ RBCs الموجودة شكلها طبيعي
وكمية الهيموجلوبين اللي فيها طبيعي، ولكن فقدنا عدد كبير من الار بي سيز وحصل لك انيميا. اكسسيف هيموليسيس، لما يحصل لك هيموليسيس في الار بي سيز نتيجه الهيموليتيك انيميا، كل انواع الهيموليتيك انيميا سواء كان هيريديتري سفيروسايتوزيس او سيكل سيل انيميا او جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي، كل ده يعمل لي نورموسيتيك نورموكروميك انيميا. الوحيده اللي تعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا الثلاسيميا. هايبر سبلينيزم، السبلين بتاعنا شغال بشكل غير طبيعي، بيكسر كميات كبيره، يبقى الار بي سي بيتكسر بشكل زياده عن الطبيعي، مما يؤدي الى النورموسيتيك نورموكروميك انيميا. دي اسباب مختلفه من النورموسيتيك نورموكروميك انيميا. يعني يا شباب ده الهدف منها ايه؟ انا عملت سي بي سي صوره دم، لقيت الشخص ده عنده انيميا، شخصته عنده انيميا سواء كان من عدد الار بي سيز او الهيموجلوبين كونتنت او الهيماتوكريت فاليو، ده بقى الشخص عنده انيميا، عايز اعرف سبب الانيميا، اشوف المين كورباسكولار فوليوم والمين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن والمين كورباسكولار هيموجلوبين. لو لقيت الشخص ده عنده نورموسيتيك نورموكروميك وعنده انيميا، افكر في الاسباب اللي قدامنا دي، تمام؟ طب لو واحد عنده مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، يعني عنده انيميا شخصتها نتيجه نقص الار بي سيز او نقص الهيموجلوبين كونتنت او نقص الهيماتوكريت فاليو، اشوف المين كورباسكولار هيموجلوبين ومين كورباسكولار هيموجلوبين كونسنتريشن ومين كورباسكولار هيموجلوبين فوليوم، واشخص اشوف الشخص ده بيكون عنده ايه الار بي سيز، الماس بتاعها ممكن يكون قليل او الهيموجلوبين كونتنت يكون قليل، او المين كورباسكولار فوليوم بيكون اقل من 80 كيوبيك مايكرون، والمين كورباسكولار هيموجلوبين بيكون اقل من 25 بيكوغرام. سبب المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، يعني لو شخصت واحد عنده انيميا وليته مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، يبقى عنده ايرن ديفيشنسي انيميا ثم ايرن ديفيشنسي انيميا ثم ايرن ديفيشنسي انيميا، وممكن يطلع ثلاسيميا بنسبه قليله، لان الايرن ديفيشنسي انيميا هي اهم سبب للانيميا خاصه في الاطفال. طب يبقى الشخص ده اول ما يجي لي عنده انيميا ممكن ادي له حديد، طب لو عطيت له حديد ولقيته ما بيتحسنش، ابدا افكر انه ممكن يكون عنده ثلاسيميا، والناس اللي عندهم ثلاسيميا اساسا مفروض ما نديلهمش حديد لان مخزون الحديد بيكون عندهم زياده، تمام؟ طب عيان عملت له تحليل ولقيت انه عنده بصوره الدم عنده انيميا، ولكن لقيت المين كورباسكولار فوليوم اعلى من الطبيعي، يعني اعلى من 95 كيوبيك مايكرون، تمام؟ ده اشخص عنده ماكروسيتيك انيميا او ميجالو بلاستيك انيميا، ميجالو كبيره جدا انيميا ولكن كره الدم الحمراء بتكون كبيره. ايه الاسباب اللي ممكن تعمل ماكروسيتيك انيميا؟ الفوليك اسيد ديفيشنسي وفيتامين بي 12 ديفيشنسي، تمام يا شباب؟ دي الاسباب اللي ممكن تعمل ماكروسيتيك انيميا. طيب نبدا نتكلم عن سبب مهم جدا اسمه ايرن ديفيشنسي انيميا، ده سبب مهم جدا للانيميا في مصر وفي كل دول العالم، واحد اهم اسباب الانيميا بوجه عام هي انيميا نقص الحديد. وخدنا في المحاضره السابقه ان الحديد الميتابوليزم بتاعه وازاي بيمشي وازاي بيمتص، ان احنا بناخد الحديد لو كان ثنائي اول حاجه ال HCl بيدوب الحديد، بعد كده فيتامين سي بيحول الفرك لفرس، بعد كده بيكون جاهز ان يحصل له امتصاص في الديودينام عبر الدايفيلنت ميتال ترانسبورتر 1 اللي بيمتص الحديد ويخزنه جوه الانتيروسايتس في صوره فيرتين، ولو الجسم محتاج وبيدخل في الدم ويتشال على الترانسفيرين ويتخزن في الليفر في صوره فيرتين ايضا. ده الميتابوليزم الخاص ازاي بيحدث امتصاص للحديد. طب ازاي بقى بيحصل لك انيميا نقص الحديد؟ انيميا نقص الحديد يا اما ديكريز انتيك ان دايت، انا محتاج يوميا من 15 ل 20 ملي جرام من الحديد، لو انا ما خدتش كمية اللي انا عايزها من الحديد مش همتص الستة من عشرة اللي انا محتاجهم عشان يحصل لي الانيميا، عشان ما يحصل ليش الانيميا، تمام؟ يبقى decrease intake in diet، نقص كمية الحديد في الاكل، ما باكلش اكل فيه حديد، ما باكلش لحمة ولا بروتين ولا باكل خضروات ولا حاجات فيها حديد، ده يسبب لي الانيميا. او increase need، يعني باكل بس ما باكلش الاحتياج بتاعي. الاطفال اثناء فترة النمو احتياجهم كتير، الام اثناء الحمل والرضاعة احتياجها بيكون كتير، والفيميلز بوجه عام احتياجاتهم كتيرة في الحديد. increase needs، يعني محتاجين كتير ولكن ما باخدش كفايتي ايضا. ديكريز ابزوربشن، مش بمتص الحديد نتيجه بارشال جاستروكتومي، جزء من الاستومك حصل له اوتومي او حصل ديستراكشن ليه
نتيجة ديزيز أو نتيجة عملية، يعني واحد عمل عملية تكميم للمعدة فشال البرايتال سيلز اللي بتطلع اتش سي ال اللي بتدوب الحديد، وبتساعد أيضا في امتصاص الحديد. أو فيتامين سي ديفيشنسي، عشان كده الناس اللي عندهم أنيميا نقص الحديد بينصحهم ياكلوا برتقال كتير عشان يحدث امتصاص جيد للحديد بتحويل الحديد من الفرك للفرس. أو عندي ديزيز في الأبر بارت وفي سمول انتستين في الديودينم، مكان امتصاص الحديد، عندي مرض بيمنع امتصاص الحديد. أو واحد بياكل كمية فايتيك أسيد وأكزاليت فوسفيد، بياكل حاجات فيها أملاح كتيرة بترصب الحديد، أو الفايتيك أسيدز اللي موجود في الشاي، الشاي التقيل المغلي ده بيرصب الحديد ويؤدي إلى أنيميا نقص الحديد. أيا كان السبب الخاص بالأيرون ديفيشنسي أنيميا، فإن الأيرون ديفيشنسي أنيميا، أنيميا نقص الحديد، ينتج عنه أنيميا نوعها إيه؟ مايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا، يعني كرة الدم الحمراء حجمها بيكون قليل وكمية الهيموجلوبين اللي موجودة في كرة الدم الحمراء بتكون قليلة. تمام. شخص عنده أنيميا نقص الحديد أيضا في أسباب تانية متعلقة بأنيميا نقص الحديد، كرونيك بلاد لوس، الأكيوت بلاد لوس كانت بتعمل نورموسيتيك نورموكروميك أنيميا، أما الكرونيك بلاد لوس يعني أفقد الدم بشكل كرونيك نتيجة إنفكشن زي أنكلوستوما، عندك الأنكلوستوما دي نوع من أنواع الديدان، هذه الأنكلوستوما بتكسر بتبوظ بتعمل ديستراكشن للبلاد فيسلز الموجودة في الهول في الانتستين، مما يؤدي إلى لوس أوف بلاد، فقدان البلاد بشكل مزمن، كميات قليلة ولكن بتجمع بقى كميات قليلة على فترة طويلة يؤدي إلى حدوث أنيميا نقص الحديد. بليدنج فروم بيبتيك ألسر، واحد عنده قرحة في المعدة بينزف منها بكميات قليلة يوميا، بس يوميا في نزيف يؤدي إلى أيرن ديفيشنسي أنيميا، أنيميا نقص الحديد. بليدنج فروم بايلز يعني الواحد بينزف عنده بواسير وبينزف منها كميات قليلة نقط يوميا يؤدي إلى iron deficiency anemia. excessive bleeding during menstruation in females، الفيميل عندها bleeding زيادة، عدد أيام الدورة الشهرية بيكون زيادة عن الطبيعي أو كمية الدم المفقودة بتكون زيادة عن الطبيعي، بينتج عنه iron deficiency anemia. تمام. قلنا ان الاكيوت بلاد لوس بيعمل نورموسيتيك نورموكروميك انيميا، اما الكرونيك بلاد لوس بيعمل مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا، لان الكرونيك بلاد لوس بيعمل ايرن ديفيشنسي انيميا، واحد اسباب الايرن ديفيشنسي انيميا. طب واحد عنده ايرن ديفيشنسي انيميا، مين اكتر عرضة لانيميا نقص الحديد؟ الاكتر عرضة لانيميا نقص الحديد الانفانتس، الاطفال في اول سنتين من ولادتهم، لان الاطفال في اول سنتين من ولادتهم عندهم نقص في الايرن المذرز ميلك، الملك الخاص بالمذر بالام، لبن الام ناقص في الحديد، عشان كده بننصح كل الاطفال من سن الثلاث شهور نبدا نديهم النورمال ريكوايرمنت الخاص بالحديد، ربع قطاره انريتش او هيدروفيرين، عشان اديهم احتياجهم اليومي من الحديد، لان الحديد ناقص في لبن الام، مش كده وبس، ولان لبن الام غني بالكالسيوم، والكالسيوم بياخد نفس الترانسبورتر اللي بينقل الحديد، مما يؤدي الى انيميا عنيفه عند الطفل في اول بدايه من الشهر الثالث لحد سن سنتين. ايضا الفيميلز، لان فتره الريبرودكتيف بيريود دي فتره ديموند الخاص بالحديد بيكون زياده، والام بتحتاج كميات حديد اعلى، عشان كده بيكون اكثر عرضه للاير ديفيشنسي انيميا. يبقى في فئتين من الناس بيكون عندهم اكثر عرضه للاير ديفيشنسي انيميا، الانفانتس الطفل في اول سنتين، والفيميلز بوجه عام خاصة في فترة البروبرودكتيف بيريد، فترة الريبرودكشن أو فترة التكاثر والتناسل، الفترة دي بيكون الأم أو الفيميل بتكون أكثر عرضة لحدوث آيرن ديفيشنسي أنيميا، نظرا لزيادة الديموند من جهة، ونظرا لأن فيه لوست ديورينج منستريشن أوف آيرن، لوس أوف بلاد ديورينج منستريشن. نوع تاني من الأنيميا اسمه أبلاستيك أنيميا، أبلاستيك أنيميا يعني أنيميا نتيجة إن أنا ما بعملش تصنيع، أنيميا نتيجة في مشكلة في التصنيع، مشكلة في البوم مارو، وقلنا إن الأبلاستيك أنيميا بتعمل نوع من أنواع الأنيميا اسمه نورموسيتيك نورموكروميك أنيميا، ويكون أنيميا عنيفة جدا لأن المصنع مش شغال، الأربسيز ما بتتكونش نتيجة إن الأربسيز حصل لها ديستراكشن، لأن نتيجة إن البوم مارو حصل له ديستراكشن تحطيم، إما بالإكس راي الأشعة أو الأتوميك راديشن إشعاعات الذرية أو الكيميكالز والتوكسينز اللي بتعرض ليها لفترات طويلة، واستخدام أنتي بايوتكس لفترات طويلة، أو حصل مالجنت
ديزيز مرض سرطاني زي لوكيميا والأمراض السرطانية اللي بتصيب البون والبون مارو بشكل خاص. في نوع من أنواع الأنيميا اسمه بيرنيشيس أنيميا اللي هي الأنيميا الخبيثة، ودي أنيميا نقص فيتامين B12 ينتج عنها الماكروسيتيك أنيميا نتيجة نقص فيتامين B12. إيه الأسباب اللي بتخلي فيتامين B12 ينقص عندنا؟ نراجع مع بعض إزاي بيحدث أبزوربشن لفيتامين B12. فيتامين B12 كان اسمه ليه تلات أسماء، اسمه فيتامين B12، اسمه extrinsic factor، واسمه سيانوكوبالامين. extrinsic factor لأنه محتاج intrinsic factor يتم إفرازه من البريتال سيلز في الجاستريك سيلز. الintrinsic factor يمسك في فيتامين B12 وبيمنع أن فيتامين B12 يفقد في اليورين، وبيمنع أن يحصل له destruction بالبروتيوليتيك انزيمز، وياخد فيتامين B12 بإيده ويعدي بيه بر الأمان ويمشي بيه في الديودينم والجيجينم لحد ما يصل للإيليوم عشان يحصل absorption لفيتامين B12 في الإيليوم. عشان كده فيتامين B12 بينقص امتى؟ عندما ينقص الانترنسيك فاكتور اللي بيصنع من البارايتال سيلز نتيجة اتروفيك جاستريتس ميوكوزا اوتو اميون ديزيز، بيحطم البارايتال سيلز انها تمنعها ان تطلع الانترنسيك فاكتور وايضا تطلع الHCL. او افتر جاستروكتومي، الناس اللي بيعملوا عمليات تكميم للمعدة وعمليات للمعدة ممكن يقطع جزء، يحطم جزء من البرايتال سيلز ويمنع تكوين الانترنسيك فاكتور الخاص بامتصاص فيتامين B12. تمام. تاني حاجة ديزيز افكتنج تيرمينال بارت اوف إيليوم، في مشكلة في التيرمينال إيليوم مكان امتصاص فيتامين B12. الليفر ديزيزز، لان فيتامين B12 بعد ما يتم امتصاصه يتم تخزينه بكميات كبيرة في الليفر 5 ميلي جرام، وهذه الكمية تكفي لمدة سنة، تكفيك لمدة سنة تمام، لمدة 1000 يوم سوري، لمدة 3 سنين تكفيك هذه الكمية لمدة 3 سنين، والمخزون في الليفر هو اللي بيخلي، طبعا لو عندك ليفر ديزيز هيكون مخزونك من فيتامين B12 قليل في الليفر، مما يؤدي إلى أنك تكون عرضة لفيتامين B12 deficiency، عرضة للبرنيشيس أنيميا، عرضة لماكروسيتيك أنيميا. ريرلي الفيتامين B12 بيكون بسبب الديفيشنسي في الانتيك، لان الانتيك الريكويرمنت بتاعنا في الانتيك كان 5 مايكروغرام والستورج كان 5 ميلي جرام، ما يكفي 1000 يوم، يعني يكفينا 1000 يوم يعني 3 سنين بدون ان احنا نحصل عليه من الدايت. طيب ليه سمينا الأنيميا الناتجة عن نقص فيتامين B12 سميناها برنيشيس أنيميا، يعني أنيميا خبيثة؟ لأنها ليست مجرد أنيميا، لأنه يكون أولا في أنيميا من نوعها ماكروسيتيك، بيكون عنده غالبا مشكلة في الجاستريك ميوكوزا، في أتروفي في الجاستريك ميوكوزا، لأن غالبا بيكون السبب نقص الانترنسيك فاكتور. بالإضافة إلى أن فيتامين B12 مهم جدا للديفيجن الخاص بكرات الدم بوجه عام، وخاصة كرة الدم الحمراء، إلا أنه مهم جدا في الريجنريشن الخاص بالنيرف سيلز، فعشان كده بينتج عن نقص فيتامين B12 مشاكل في عصبية نيرفس مانيفستيشن، بيحصل حاجة اسمها سب اكيوت كومبايند ديجنريشن، بيحصل ديجنريشن في البوستيرير كولوم او في النيرف سيلز، ومما يؤدي في البريفرال نيرفس يحصل لها ديجنريشن مما يؤدي الى حدوث اعراض عصبية، بيكونش عنده انيميا بس، بيكون عنده امراض عصبية، مشكلة في الحركة، مشكلة في الاحساسات المختلفة، برنيشيس أنيميا. التريتمنت ازاي بقى بنعالج نقص فيتامين B12؟ احنا قلنا ازاي بنعالج نقص الحديد، بديله حديد، الحديد ده اما بتعطي انترافينوسلي انفيوجن او انه بتعطي اورالي، وفي الغالب احنا بندي الحديد بيكون بشكل اورالي. اما التريتمنت فيتامين B12 بتعطي فقط انجكشن، يعني بتعطي حقن فقط انترا ماسكولار انجكشن، واللي عنده نقص فيتامين B12 بديله فيتامين B12 لمود فور ايفر. طب الفوليك اسيد ديفيشنس، الفوليك اسيد ده حكايته ايه؟ حكايته انه كان بيتم امتصاصه في الجيجنم، ممكن يكون عندي نقص في الفوليك اسيد نتيجة نقص الانتيك في الدايت، وانا بحتاج الحاجات النباتية عشان احصل على الفوليك اسيد، او زيادة في النيد في الاحتياج كما في البريجنانسي، واغلب الامهات الحوامل بمشيهم على فوليك اسيد اثناء فترة الحمل، او نقص في الابزوربشن نتيجة مرض في الجيجنم، او ان واحد بيتعالج بانه بياخد ميزوتريكسيد، ده علاج بيتاخد في كتير من الامراض
وكتير من الأمراض المزمنة زي أمراض الروماتيزم وأيضا بعض الأورام حقن اسمها ميزوتريكسيد بتتاخد كل أسبوع. الناس اللي بياخدوا الميزوتريكسيد تلاقي الدكتور بيدهم الحقن دي ويدي لهم فوليك أسيد، لو ما خدوش فوليك أسيد يحصل لهم فوليك أسيد ديفيشنسي، والناس اللي بيشربوا كحوليات الكحوليزم ده بيعانوا من نقص الفوليك أسيد. نقص الفوليك أسيد ينتج عنه أنيميا نوعها ماكروسيتيك أنيميا كما نقص فيتامين بي 12. تمام. طب واحد يقول لي لو انا شخصت عيان عنده ماكروسيتيك انيميا اما ان يكون نقص فوليك اسيد او نقص فيتامين بي 12 اديله ايه؟ اديله فوليك اسيد ولا فيتامين بي 12؟ اعمل له تحليل تاني عشان اعرف هو عنده نقص في الفوليك اسيد ولا نقص في الفيتامين بي 12. طب واحد يقول لي طب ما اديله الاثنين وخلاص، اقول له لا، في مشكله هتحصل هتبقى كبيره جدا لو انا واحد عنده برنيشيس انيميا نقص في الفوليك اسيد وعالجته نقص في فيتامين بي 12 تمام وعالجته بالخطا واعطيت له فوليك اسيد، لان لو نقص عنده نقص في فيتامين بي 12 واعطيت له فوليك اسيد هينتج عن سيفير دامج اوف نيرفس سيستم. ليه؟ لان الفوليك اسيد بيزود الميتابوليزم الخاص بالمايلين تشيز ويزود النيد الخاص بفيتامين بي 12 اللي هو اساسا ناقص. يبقى واحد عنده نقص في فيتامين بي 12 وعنده الفوليك اسيد طبيعي وجيت عالجته رحت اعطيته فوليك اسيد وفيتامين بي 12، ده الفوليك اسيد اللي انا اعطيته ده ضر العيان وما نفعوش، لان زود الميتابوليزم الخاص بالمايلين شيز وزود الريكوايرمنت الخاص بفيتامين بي 12 اللي هو اساسا بيكون ناقص، مما ادى الى انه بيسوء حاله المريض. فعشان كده المريض لازم اشخص هو عنده المشكله نقص فيتامين بي 12 ولا نقص فوليك اسيد، وعلى اساسه اقدر ادي الحاجه اللي ناقصه، وخاصه لو كان النقص في الفيتامين بي 12، لان لو عطيت وهو عنده نقص فيتامين بي 12 فوليك اسيد حاله العيان هتسوء وحاله البرنيشيس انيميا هتسوء. في النهاية آخر حاجة بقول effects of anemia، لو واحد عنده أنيميا يجي عامل إزاي، شكله بيكون عامل إزاي؟ يجي للعيادة يكون بالور، أفحص العيان ألاقه بالور، ألاقه شاحب، وشه شاحب. هتقول لي أنت وشك شاحب لكده أنت عندك أنيميا؟ easy fatigability يعني يتعب بسهولة، يعني أي مجهود يبذله يتعبه لأنه طبعا عنده الأكسجين اللي بيصل للتشو كميته قليلة. عيان اللي عنده أنيميا بيعاني من هايبوكسيا، نقص في الأكسجين، ديكريز بلاد فيسكوستي، نقص اللزوجة الخاصة بالدم. طب لما البلاد فيسكوستي تقل يبقى الدم القلب ماشي دم قريب من المية، الفيسكوستي بتاعته قليلة، يبقى سريع ضربات القلب سريعة والورك اوف هارت بيزيد. زيادة الفيسكوستي بتزود الورك اوف هارت لأن بيخلي الدم تقيل على القلب، ونقص الفيسكوستي بيخلي القلب يشتغل بسرعة فالهارت ريت بيزيد فالورك اوف هارت بيزيد. الهارت ريت طبعا بيزيد في حالات الانيميا. يبقى شخص الانيميا ده شخص يجي للعياده اشوفه الاقي شكله بالور يعني شاحب، يتعب بيقول لي انا بتعب باي مجهود ببذله بيحصل لي تعب، الاقي افحص احط السماعه اسمع القلب الاقي الهارت ريت بتاعه زياده، عنده تاكي كارديا وبيكون مجهد بشكل. طبعا الشخص اللي عنده انيميا اعالجه، لو عنده نقص حديد اديله حديد، لو عنده نقص فوليك اسيد اديله فوليك اسيد، لو عنده نقص فيتامين بي 12 اديله فيتامين بي 12، لو عنده بليدنج اوقفه، لو عنده بايلز اعالجه، لو عنده انكلستوما اديها علاج، لو عنده مشكله في البون مارو اشوف المشكله واوقفها، لو خد علاج وعمل لي هيموليسيس اوقفه وهكذا اعالج السبب، لو عنده مشكله زي الثلاسيميا الدم بيكسر لازم انقل له دم كل شهر او واتعامل مع كل حاله حسب نوع الانيميا الخاص بيها وحسب سبب الانيميا. بكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية محاضرة الأنيميا. نتمنى نكون عطينا معلومات كافية للأنيميا، تكلمنا فيها عن الديفينيشن الخاص بالأنيميا، أنواع الأنيميا طبقا للسبب، أنواع الأنيميا طبقا لحجم الـ RBCs، أسباب الأنيميا، الإفكتز الخاصة بالأنيميا وتأثيراتها. أشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في محاضرات قادمة بإذن الله.